طيب. إذا أردتم أن نسترجع ما معلش خلينا نحرر معنى الجماعة. أنت ما عندك جماعة؟ لا ما عندي جماعة. ولا زوجتك ولا ولدك ولا أخوك ولا شيء؟ لا عندي. طيب الشيخ ما عنده جماعة؟ أنا ما عندي جماعة. لكن المهم أخي هالجماعة دول أن يكونوا على الكتاب والسنة. أما الجماعات هي متفرقة الآن. هل تعتقد أن أهل السنة والجماعة حقا وليس بالإصطلاح الخلفي؟ ولذلك نحن فرارا من هذا الإصطلاح نقول السلفيون. هل هم مجتمعون في بلدة واحدة أم هم متفرقون في بلاد كثيرة في الأرض الإسلامية؟ الجواب هكذا. طيب ما في جماعة هنا سلفية؟ بلى. وعندكم وهناك وهناك هذه كلها جماعات. فلفظة الجماعة من حيث هي لفظة لا دلالتها في اللغة العربية هي لا تستنكر، لكن قد تستنكر بما قد يلفق بها وبما قد يلحق بها من بيع مثلا كما هو موجود عند بعض الأحزاب، وتأمير أمير بحيث أنه بمنزلة الخليفة الذي إذا أمر شيئا في الأصل ليس واجبا يصبح واجبا وإلى آخره. هذه الجماعة المكيفة بهذه الكيفية والمقيدة بهذه القيود هي التي تنكر. فالآن هو أخر الجماعة وأنا أخر الجماعة، وش فيها؟ هذا أمر لابد منه وهذا أمر واقع لا أنكره أنا ولا تنكره أنت باعترافك أن كل البلاد الإسلامية فيها جماعات سلفية.